ما يدري عنه عبارة عن عملية عد لها سابقا، بحيث أن عملية تغيير قانون الانتخابات وإرجاعه إلى السابق، وأيضا 1.7 النسبة التي تعطل المستقلين والفرادة والكيانات الناشئة الحديثة من الوصول إلى سدة الحكومة أو حتى إلى العتبة. فهذا بحد ذاته يعتبر تحدي كبير وعقبة كبيرة أمام القوى الناشئة، والتي بالأخص التي ليست لديها مكاتب اقتصادية وليست لديها داعمين دوليين. فمن هنا تبدأ الإشكالية القانونية فيما يخص مسألة إقراره. تعلم أخي العزيز أيضا بأن الاستماتة على تنوير هذا القانون، وحتى التحدي الكبير للقوى الشعبية وأيضا حتى للمرجعية الدينية التي أوضحت سابقا بأنها تعارض إقرار هذا القانون، لكنهم حتى نتكلم عن الأحزاب الدينية في سابقة خطيرة لم يكن متوقعا منهم أن يكونوا بهذه الصلابة في مواجهة المرجعية التي طالما تغنوا بأنهم يمثلونها ويمثلون التيار الذي ينتمون له. على كل حال، فمثل الإقرار بحد ذاته أيضا كانت به مخالفات كبيرة، منها أيضا عملية إقراره نرى أنها خالفت المادة 37 و29 و24 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي اشترط كثير من الشروط في عملية التصويت، وكانت هناك مخالفات، منها إدخال القوى الأمنية أثناء التصويت، وأيضا مسألة التوقيت الخاص به وعدم الإعلان والتبليغ بالمسلمين، يتم بث عملية التصويت مباشرة للقوى القنوات الرسمية. كل هذا ذاته يضع علامة استفهام لهذه الرغبة المستميتة من أجل تغيير هذا القانون. ليست هناك مصلحة وطنية في إقراره، كل ما كان ينوون له كان عبارة عملية استعادة ما خسروه سابقا بعد الحراك التشريعي. هم يرون بأن هذا الحراك قد أشعل الأرض من تحت أقدامهم، وقد طيب هل هذا يعني أستاذ رسول، يعني هل هذا يعني أنه امتداد تقاطع أو لن تنزل في هذه الانتخابات، لن تشارك في هذه الانتخابات بمرشحين؟ هناك تواصل مستمر مع القوى الوطنية من أجل الظهور بمشهد واحد، ومن أجل الوقوف بوقفة ثابتة، أما بدخول العملية أو معارضة تقاطع. كانت إلى الآن هناك تواصلات مستمرة مع الإخوان، لكن الغالب هو ما بعد الأيام القادمة ستكون هناك انتخابات المؤتمر العام، وهناك كاتب سياسي جديد، ومن المتوقع جدا عملية المشاركة ستكون مرهونة بالشخصيات التي ترشح منها.